من كولورادو والباحث في الشؤون الشرق أوسطية السيد إبراهيم إدريس سليمان. سيد سليمان أهلا ومرحبا بك. يعني التساؤل هنا إذا كان بالإمكان أن يبنى على هذه الهدنة المؤقتة لأربعة أيام والتي يقول بايدن أن فرص تمديدها أيضا قوية، هل يمكن أن يبنى عليها باتجاه حلحلة الأمور والوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار؟ شكرا أستاذ مهند للاستضافة. وحقيقة في ظل هذا الانفراج النسبي تصريح بايدن يأتي ليؤكد أنه سلسلة اللقاءات التي تمت على ثلاثة مراحل، مرحلة الرفض الكامل إلى مرحلة التشاور إلى مرحلة المفاهمات، نحن في المرحلة الثالثة من تلك الزيارات المكية التي قادها وزير خارجية أمريكا لفترة ليست بالقليلة بين عواصم عربية فاعلة وتل أبيب. في تلك الحقب التي سميتها أنا على ثلاثة مراحل، في هذه المرحلة التي وصلوا فيها إلى تفاهمات يؤكد أنه هناك انفراج نسبي. هذا الانفراج النسبي يعززه عوامل أخرى اللي هي تأتي من عبر المجتمع الدولي في تلك سلسلة المظاهرات، المواقف التي برزت في أكثر من برلمان أوروبي مناشدة لأهمية حل القضية بشكل جذري. رأينا في أفريقيا جولة جنوب أفريقيا برلمانها يطالب بطرد السفير دولة إسرائيل. كل هذه الحزم التي داعمة لموقف داعم للموقف في غزة، والقضية الأساسية اللي هي ما نشاهده هو قضية جزئية من قضية أساسية التي غابت فيها الحلول السلمية والرؤى العقلانية مواجهة هذا التصرف الذي يقوده اليمين في تل أبيب. وهنا يعني يجب أن نتحدث عن الدور الرئيسي في هذا المشهد، وهو للولايات المتحدة الأمريكية. سيد سليمان، هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بهذه الحرب وشن هذه الحرب على قطاع غزة، ولا زالت تؤيد الولايات المتحدة إسرائيل فيما يعرف بحقها في الدفاع عن النفس وتزودها بالأسلحة. بالتالي يعني أي تغير في هذا المشهد من المفترض أن يبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، ألا تعتقد ذلك؟ أختلف مع هذا المحور اللي هو أزمة القضية الأساسية. منذ دور روجرز أيام وجود عبد الناصر وتلك المراحل التي عقبها كيسنجر برحلاته المكوكية المشهورة، الأمم المتحدة أخطأت خطأ كبيرا في أنها سلمت هذا الملف إلى دولة واحدة ودولة صديقة إلى طرف ضد طرف. هنا المعادلة منتقصة، نحن في محاولة يعني مواكبة نظرية فن الممكن. حصر المجتمع الدولي وحصر القادة الفلسطينيين والتجربة الفلسطينية بذمتها في أنها تكون ضلع مكسور في محاولة إيجاد أن يكون طرف أمام طرف وفق موافقات دولية تدعمها المجتمع الدولي، وليس دولة واحدة منحازة لدولة إسرائيل. هنا هي تأتي المعضلة، هل هذه المرحلة ستنقلنا إلى موقف، ورأينا السكرتير العام يبدو عليه الحس في أنه يفعل دور الأمم المتحدة، لكن دور الأمم المتحدة أيضا إن لم تعقبها يعني روافع كالمجتمع الدول أوروبا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إن لم يقفوا أمام هذا الصلف الأحادي في معالجة القضية الفلسطينية ستظل المسألة دائرة. الآن أطلقوا سراح نسبة محددة من الفلسطينيين، من يضمن للمجتمع الدولي أنه والفلسطينيين أن لم يعتقلوا أضعاف مضاعفة في الأسابيع القادمة؟ هذه التوالية التي دائما ترجعنا إلى الخلف يجب الآن التصدي لها ومحاولة مناقشتها بجدية من الدول المعنية بقضية الموقف الدولي والسلام العالمي. طيب وهنا سيد سليمان في هذا الإطار، وإذا ما أردنا أن يعني تحقق أي تغيير في هذا المشهد وأن لا تعود إسرائيل لمواصلة هجومها مواصلة حربها على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، يجب أيضا
أن يتغير النظرة الأمريكية أو تتغير المقاربة الأمريكية بهذا الشأن، ويكون هناك إدراك أمريكي بضرورة إيقاف هذه الحرب ووقف هذه المجازر التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وهو ما أيضا أدى إلى غضب دولي وعالمي، وحتى أن المواقف الرسمية بدأت تتغير إزاء هذا الأمر. أستاذ مهند، ما تم من اكتسابه من الدور القطري والمصري الآن هذه رافعة متقدمة عن ما كنا عليه سابقا في الموقف الذي كان يبدو عليه الكل كان مستسلم للإرادة الإسرائيلية. الآن لا، تركيا، نرى الجزائر، نرى جنوب أفريقيا، نرى كثير من الدول التي بدأت تميز مواقفها عن المواقف العامة. أنا لا أدين المواقف الدول المنطقة، لكن أناشد أنه يجب أن نستفيد من تجربة 67، من تجربة 73، تلك التحالفات التي تمت والمواقف العملية والتي شكلت عوامل ضغط للمجتمع الأوروبي والغربي، يجب الآن أن تفعل بمراحل، في ليلة وضحاها لا أتوقع أن يتم هناك حسم، لكن هذه الإيجابيات التي وأوصلتنا إلى هذا الموقف الذي اتفقوا عليه في 4 أيام لمحاولة هدنة، الآن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن توسيع هذه الهدنة، عن إمكانية معالجات القضية في أسرع ما يكون، أن لا تعاد سلسلة الحروب التي استهدفت المرأة والطفل الفلسطيني وكل المصحات التي يفترض أن تكون مواقع سلام وأمن للإنسان المريض أو الذين من تأجيج هذه المعارك هم الضحايا التي تقدم لهذه المستشفيات بتدمير البنية التحتية. بلا أدنى شك الضمير العالمي يجب أن يقف موقف جديد، لكن لا أغالي في الأمل، لكني أنا متفائل بأنه هناك بعض الخطوات الإيجابية ظهرت في المنطقة أقليميا وفي القارة الأفريقية والمجتمع الأوروبي والمجتمع المدني، أصبح صوته صوت قوي جدا في التفعيل والتأثير كما شاهدنا في أيام حرب فيتنام. نفس الصورة التاريخية التي تمت في فيتنام الآن تتم في العالم ككل. هذا التحالف والتضامن الدولي من أجل معالجة القضية الفلسطينية جذريا. طيب، وهنا أيضا يطرح من جديد موضوع سيد سليمان، حل الدولتين، وهو الحل أو الفكرة التي يعني ربما دمرت إسرائيل أساساتها في الضفة الغربية من خلال الاستيطان المستشري في أراضي الضفة الغربية وتقطيع أوصال الضفة الغربية ووجود هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. رغم كل ذلك لا زالت الولايات المتحدة ولا زال الاتحاد الأوروبي يقول إن حل الدولتين هو الأساس من أجل إنهاء هذا النزاع، ولكن لا تحركات جدية بهذا الإطار أو في هذا الاتجاه. كيف ترى ذلك أيضا؟ بلا أدنى شك أن أوسلو هي التي كسرت ظهر البعير في مسألة قضية الدولتان. الدولتان، من هو الراعي؟ الراعي ليست الأمم المتحدة، الراعي ليس هناك قرار دولي باتجاهها، الراعي ليست هناك توافقات دولية ضاغطة وإجراءات عملية تفرضها المجتمع الدولي. فقضية من يتبنى طرح الدولتان ومن يعلن عن أنه هو المفسر لتجربة هذه الدولتان كيف تتم، هم الآن ضالعين في دعم دولة ضد مشروع الفكرة الأساسية التي تبنتها أمريكا، والذي رأينا فيها يعني تجربة كلينتون كانت أقوى تجارب في وجود باراك ووجود الراحل الزعيم ياسر عرفات. الآن نحن في أسوأ الحالات التي يمكن أن نفعل بها فكرة الدولتان، لا سيما أن موقف الدول الأوروبية العلني والاتحاد الأوروبي وأمريكا موقف متخاذل من قضية معالجة القضية الأساسية فيما يخص الدولتان إن كانت هي الحل. أيضا هناك رأي آخر أنه حتى الدولتان أصبحت قضية فاشلة
بمعنى الكلمة، ورأينا بسببها هذه الجرائم التي ترتكب في القدس وترتكب في رام الله وترتكب في أريحة، ترتكب في القدس، ترتكب في غزة، ترتكب في كل أضلاع المجتمع المدني الفلسطيني في هذه الدولة المحتلة. ولكن يعني ربما اللافت هنا سيد سليمان أن وبعد 7 أكتوبر وما جرى في غزة بات العالم يتحدث عن يعني ضرورة حل، يعني وجود أو ضرورة وجود حل جذري أو تطبيق حل جذري للقضية الفلسطينية وإنهاء هذا الصراع. قبل ذلك كان المجتمع الدولي يعني متعايشا مع فكرة حصار غزة لأكثر من 17 عاما وتجويع الغزيين والتنكيل بهم في الضفة الغربية وكل هذه الأمور، لكن بعد ما جرى في 7 أكتوبر بتنا نستمع من المسؤولين الغربيين والمسؤولين في الولايات المتحدة إلى ضرورة وجود الحل. فكيف يمكن أن نفسر ذلك؟ في أي إطار يمكن أن نضع ذلك؟ يعني القضية الآن يعني قاب قوسين أو أدنى أن تفعل إن تم حقيقة تدخل الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن والسكرتير العام. إن لم يتدخلوا بموقف عملي ستكون هذه القضية قضية يعني دائرة وقضية ليست لها حلاً وليس هناك مركز أن تنطلق منه تجاه معالجته. نعم هناك صوت جديد برز في مجتمعات البرلمانات الأوروبية، البريطانيين في حزب العمال، رأينا أيضاً موقف كما ذكرت دولة جنوب أفريقيا في برلمانها، رأينا أيضا مواقف دول بعينها تعلن موقف واضح وصريح فيه شكل الإدانة واضح، رأينا في داخل المجتمع الإسرائيلي أيضا هناك أصوات بدأت ترفض هذه الممارسات التي يقودها اليمين بهذه الصلافة التي جعلت من غزة سجن مفتوح. غزة ليست منطقة مباح فيها الحياة، يعني الحياة هناك مقيدة كما أنك في السجن. الآن يتم يعني تدمير كل مقومات الحياة المدنية، البنية التحتية كلها لدولة لمنطقة محاصرة يتم عليها هذا القمع لا محدود على مستوى يعني عشرات الأعوام. هذا يدل أن المجتمع الدولي فشل ذريعا عليه. وباختصار إن لم تتدخل الأمم المتحدة بموقف جديد يراعي كل هذه التطورات التي الضمير العالمي يتفاعل معها ويفعلها بقرارات عملية وإلزامية وشروط يتم من خلالها عقوبات على الذين يقفون من الاتجاه اليميني في إسرائيل في يعني عدم تأمين السلام، ستظل هذه القضية قضية ليست لها راعي وليست لها قوة تؤمن مستقبلها. طيب يعني سيد سليمان، هذا المجتمع الدولي هل ينتظر منه الكثير وقد يعني راقب وشاهد كما يعني راقب الجميع لمدة 50 يوما ارتكاب إسرائيل للمجازر واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء والنازحين ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وكل الأعيان المدنية، ولم يتحرك هذا المجتمع الدولي إلا بقدر بسيط من خلال البيانات والتحركات الدبلوماسية هنا وهناك، حتى أن المساعدات كانت تدخل بالقطارة للفلسطينيين في قطاع غزة. فهل ينتظر منه أن يفعل خططا جدية من أجل إنهاء هذا الصراع باعتقادك؟ باعتقادي أن هذه الأزمة الآن بما تطورت إليه من مواقف ستكون هناك مواقف عملية. هناك دول في البحر الأحمر قد تعلن عن مواقف ليست حميد على من يرفض هذا الحل. هناك في المجتمع الدولي بعض الدول التي أعلنت موقفها بوضوح، رأينا موقف الرئيس التركي موقف قوي، رأينا المقاومة في جنوب لبنان تتحدث بصوت قوي، هناك إيران، هناك كثير من الدول. هل ندعو هذه القوة لأنها تؤجج هذه الأزمة وتجعل منها معركة جديدة أقليمية؟ هذا السؤال يطرح للمجتمع الدولي. أيضا القوانين الدولية الآن مهددة، إن تستمر هذا الصلف الذي رأيناه في غزة سنرى كثير من الدول سترى يعني انهزام وانكسار في مستوى حياتها السياسية.
رفضا منها لموقف السلبي للمجتمع الدولي والمجتمع الدولي لن يكون قادرا أن يحرك ساكنا. هناك السودان مهدد كدولة، المنطقة في البحر الأحمر هناك أصوات بدأت تتكلم عن حروب قادمة، هناك أيضا في أفريقيا رأينا رفض كامل لكثير من الصلف الفرنسي، كل هذا يدعو إلى حرب عالمية جديدة إن لم يتم هذه المعالجة بمعالجة مباشرة. الباحث في الشؤون الشرق أوسطية سيد إبراهيم إدريس سليمان، كنت معنا من كولورادو عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.